ينضم إلينا ضيفي من لندن عبر سكايب الكاتب الصحفي أنور القاسم. أهلا وسهلا بك. هناك من يقول بأن الأسهل قد مر بخروج بريطانيا رسميا من الاتحاد وأن الأصعب قادم. إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ يعني قد يكون هذا حقيقة، هذه هي الحقيقة. البريكزيت الذي اعتبر، أو مفاوضات البريكزيت التي اعتبرت ملحمية، وهو أكبر اتفاق وقع بين جانبين في التاريخ. نحن نتحدث عن 900 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الجانبين، إضافة إلى أنه أنهى نصف قرن تقريبا من اندماج بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، وحوالي 5 سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة، والتي أيضا تبادل على رئاسة وزراء بريطانيا فيها 3 رؤساء وزراء. هذه المرحلة كانت معقدة بشكل كبير، والأوروبيون حاولوا جاهدين حقيقة ألا يجعلوا من خروج بريطانيا أمرا سهلا ودرسا قاسيا لباقي الدول التي قد تفكر في المستقبل في الخروج. ولكن من باعتقادك حصد نقاطا أكثر من ماراثون المفاوضات الذي ذكرته؟ يعني أولا بريطانيا استفادت بشكل كبير. يعني من يقرأ الاتفاق، ورغم أن الاتفاق عليه تعتيم حتى الآن، نحن نتحدث عن يعني عن أكثر من 1500 صفحة تقريبا، هناك من يقول أن العدد أكبر، هذا إضافة إلى الكثير من التفاصيل. يرى أن مثلا بريطانيا أخذت نصيبا كبيرا من الاتفاق وهو جيد لها، الأوروبيون أيضا استطاعوا أن يحصلوا على امتيازات كبيرة جدا، لكن هناك مثل إنجليزي يقول أن الشياطين تكمن بالتفاصيل، وهناك تفاصيل هائلة في الاتفاق حتى الآن لا ندري عنها شيئا. مثلا رئيس الوزراء البريطاني يفتخر بأنه أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآن يسيطر على القوانين البريطانية والحدود البريطانية والسياسة البريطانية، لكن بالمقابل مثلا إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة لا زالت تابعة للسوق الأوروبية. وأيضا هناك نقاط أخرى، مثلا بريطانيا تعتمد بنسبة 80% مثلا على تجارة الخدمات، وهي مركز مالي أساسي، هذا المركز لم يبحث أيضا في الاتفاق التجاري بين الجانبين، ولذلك وبالتالي هل سنرى انقسام الرأي العام البريطاني حول بريكزيت واقعا؟ وبمعنى يعني هل مصير وحدة التراب البريطاني بات مهدد اليوم؟ نعم، يعني حقيقة أخطر ما قد يواجه رئيس وزراء بريطانيا الآن وبريطانيا التفتت الحاصل في المملكة المتحدة. كما نعلم المملكة المتحدة تضم 4 مقاطعات، هي إنجلترا وويلز، مقاطعة ويلز، واسكتلندا وإيرلندا الشمالية. إنجلترا وويلز صوتتا للخروج من الاتحاد الأوروبي أو كانتا مع البريكزيت، بينما اسكتلندا وإيرلندا الشمالية لم تكونا مع البريكزيت. أيضا الحزب الديمقراطي، الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني، وهو ثالث الأحزاب البريطانية الكبرى، هو مع البقاء في أوروبا، وهناك وهو أيضا صوت ضد الاتفاق الأخير. هذا إضافة إلى الانقسام المعروف داخل الأسر البريطانية، حتى داخل البيت الواحد في بريطانيا لازال الانقسام كبيرا حول الخروج من أوروبا. إذن هناك مشاكل داخلية. اسكتلندا تتحدث عن أنها تريد استفتاء في بداية هذه السنة، يعني نحن نتحدث عن 2 أو 3 شهور. هذا الاستفتاء في حال حصل وخرج اسكتلندا ستكون ضربة قاسمة للمملكة المتحدة لم تحصل حتى في الحرب العالمية الأولى أو الثانية. طيب، ذكرت منذ قليل بأن الاتحاد الأوروبي يخشى خروج دول أخرى، هل بالفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يصبح نموذج يشجع دول أخرى على ذات النهج؟ يعني هذا أنا أستبعد ذلك مبدئيا، لكن إذا لم يسارع الأوروبيون والاتحاد الأوروبي إلى معالجة الكثير من الحيف والكثير من الأخطاء، وأيضا عدم تحديث الأنظمة، فإن نعم قد نرى دولا أخرى تلحق ببريطانيا. كل ذلك يعتمد على رد أو تحديد الاتحاد الأوروبي. هناك جهد واضح تماما من قبل ألمانيا وفرنسا لتحديث القوانين الأوروبية، وأيضا
تطوير النظم الأوروبية، هذا قد يعفي أوروبا من الانقسام مجددا. لكن حقيقة هذا أيضا يعتمد على نشاط بريطانيا. يعني إذا نجحت التجربة البريطانية، وهذا أنا أعتقد أن الأوروبيين لن يكونوا معنيين بمساعدة بريطانيا على 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 النجاح، فإذا نجحت بريطانيا قد تكون مثلا محتذى للآخرين. أما إذا فشلت بريطانيا، وهذا متوقع بشكل كبير لدى الكثير من المحللين، خاصة أن بريطانيا مثلا كانت تعتمد بشكل كبير حينما قررت البريكزيت على حليف قوي اقتصاديا وكبير، وهي الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب شخصيا الذي وعد بأفضل اتفاق اقتصادي تاريخي. لكن كما نعلم ترامب سيخرج بعد أقل من 20 يوما من البيت الأبيض، وهذه تعتبر ضربة لرئيس الوزراء ولبريطانيا، خاصة أن بايدن مثلا الرئيس الجديد غير متشجع حقيقة لدعم بريطانيا كما كان حاصل الأمر أيام ترامب. إذن هناك تحديات كبيرة أمام بريطانيا أو نجاح التجربة البريطانية في الخروج من الاتحاد الأوروبي. نعم طبعا، وهذه مؤشرات ربما نشهدها على المدى البعيد وليس فقط على المدى القصير، يعني تحتاج بريطانيا إلى المزيد من الوقت. شكرا لك عبر سكايب الكاتب الصحفي أنور القاسم.